مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مساء السعادة والفرح وشهر الخير وشهر الفرح، شهر فبراير. كل عام وأميرنا الغالي أبونا الصباح بخير والكويت بخير وكل من على أرض الكويت الغالية. بس اليوم احنا اليوم صار شوي حدث، يعني ضيق خلقنا، اللي هو انه يعني اكتشفوا 3 حالات من وباء الكورونا، وان شاء الله عسى الله يعافيهم ويشفيهم ويرجعهم ان شاء الله لاهلهم سالمين ان شاء الله، وما كل لك الخير. ولكن احنا تكلمنا في حلقه سابقه عن الاجراءات اللي مفروض تاخذها وزاره التربيه بالوقايه من هذا الوباء، الله يحفظنا ويحفظكم. ومشكورين وزارة التربية قاموا بتفعيل العيادات والإجراء الإدارات إن هم يقوموا بالمطلوب منهم خلال فترة الوقاية. لكن الحين الوضع اختلف، الوضع اليوم باكتشاف الحالات صار شوية في هناك، يعني اختلف الحين. وصل أول إحنا ناخذ الوقاية، الحين طبعا وقاية واحتراز، ويعني أشد الإجراءات في هذه الحالة اللي إحنا فيها. وهني اليوم صرحوا بعض النواب، منهم النائب الفاضل يوسف الفضالة والنائب الفاضل سعيد الحماد، بهذه التصاريح بخصوص وباء الكورونا وما يجب أن يعملوا أو متابعته من قبل وزارة التربية. خلنا نشوف معاكم تصريح النائبين الفاضلين. الأخ معالي وزير التربية، تعلم أن هناك الكثير من المسافرين اللي راحوا في هذه الإجازة وراجعين، وكثير منهم موجودين في دول تعرضت لهذا المرض. المطلوب تأجيل الدراسة لمدة شهر وأن تعوض في الفترة القادمة، ولكن هذا الشهر لمصلحة الجميع بأن يتم التأكد بأن كل العائدين من الإجازة خالين من المرض. يجب التعامل بحزم ومسؤولية وعدم الرضوخ حق أي ابتزازات سياسية أو أي مساومات سياسية. إما أن تتعاملون بجدية أو أن راح نفعل أدواتنا السياسية ونتعامل معكم نحن بجدية. بالنسبة لوزارة التربية، خاصة بعد اكتشاف 3 حالات وأنه في حالات مشتبه فيها، يجب تعطيل الدراسة لمدة شهر لحصر الحالات المصابة والمشتبه فيها خلال هالشهر. وبعد الشهر توقع طبعا بالتعاون ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة يقرر تمديد تعطيل الدراسة أو استئناف الدراسة، لأنه عشان نحمي أولادنا، ما يصير خلال الحدث اللي قاعد يصير حاليا وأنه صار عندك مصابين. أنت لو ما عندك صحيح، لكن الآن أصبح عندك مصابين، عندك مشتبه فيهم، وبالتالي يجب أن نحمي أولادنا ونعطل الدراسة حاليا لمدة شهر. الأخ معالي طبعا بالنسبة للتصاريح، احنا نقول وزارة التربية الآن يقع عليها عبء كبير، فإذا كانت عند الوزارة كل الرعاية والإجراءات الوقائية الصحية اللي تقدر تتعامل معاها بحيث إنها توفر الرعاية والحماية للطلبة، فما في مانع تبدأ الدراسة. ولكن احنا نقول بالدرجة الأولى صحة أبنائنا وأرواحهم والخوف عليهم. إذا كان في هذا الأمر شوي، يعني إن إحنا الرعاية الصحية، طبعاً مو مقصرة وزارة الصحة موفر الرعاية الصحية والاحترازات، كذا إحنا نرى إذا كان فيها شوي إن نعطل الدراسة لحماية الأبناء حتى يتم توفير الرعاية الصحية تماماً. في هناك تجربة سابقة لوزارة التربية في سنة 2010 في عهد الوزيرة معالي الدكتورة موضي الحمود، كان في هناك انتشار لوباء انفلونزا خنازير، وحتى الوزارة والمدارس والمناطق التعليمية تقوم بتأهيل وتجهيز العيادات المدرسية من حيث ان يعني العيادة تكون موجودة ومجهزة بالأدوات الطبية والأدوية والمطهرات والمعقمات موجودة في المدرسة بصورة كافية لجميع الأصطاف والطلبة، وأن هناك تعليمات وإرشادات صحية لازم يأخذونها الطلبة والمعلمين والمعلمات وحتى العمالة داخل المدرسة. فتم تعطيل الدراسة، فصل الدراسة حتى تجهزت هذه الأمور. وفي ذاك الوقت ما قصر وزارة الصحة
كانوا يزودون وزارة التربية بأعداد هائلة لا حصر لها لا من الأجهزة الطبية ولا من معقمات ومطهرات، ووفروا ممرضين لكل عيادة مدرسية في ذاك الوقت. الآن خلونا يعني ناخذ وقتنا أن احنا نتأكد من سلامة الأماكن ومن توفير الأجهزة ومن توفير معقمات ومطهرات، وحتى يعني إذا صار في تعطيل أسبوع أو أسبوعين إذا نقدر نعوضهم بأي طريقة، لكن المهم عندنا صحة الأبناء بالدرجة الأولى. فهذه الدعوة أن إحنا يعني إذا نتريث حتى نتأكد من سلامة الأوضاع والإجراءات وبعدين نبدأ الدراسة، حتى لو نعطى أسبوع أسبوعين، المهم صحة أبنائنا وسلامتهم من كل شر إن شاء الله. والله يحفظنا ويحفظ بلدنا ويحفظ كل من على الأرض إن شاء الله، ويحفظ الأمة والعالم كله من هذا الوباء إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم نتكلم عن موضوعنا اليوم اللي هو احنا نحتفل بالعيد الوطني ان شاء الله، باكر راح نحتفل بالذكرى 59 للعيد الوطني، وعقب باكر راح نحتفل بالذكرى 29 لعيد التحرير. هذه المناسبتين تحمل معاني الحب للوطن والولاء والانتماء ومعاني السعاده والفرح في هذا الشهر. ولا ننسى ان هذا المناسبه مناسبه عزيزه على قلوبنا. مع حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه، أبونا الغالي دائما في خطاباته السابقة كان دائما من ضمن كلمات اللي يقولها في خطاباته السابقة الله يحفظه، يقول العيد الوطني وعيد التحرير ليس يوما لمظاهر الاحتفال والأضواء والبهجة، بل هو قبل ذلك وبعده هو يوم للوقوف مع النفس وقياس درجة الالتزام ومدى ما قدم كل منا لأهله ووطنه وأمته وما يتحتم عليه أن يقدمه في مستقبله من عطاء يفتخر به وطنه. فعلا هذه كلمات الحين في هذا الوقت في هذه الساعة في هذه الظروف نهتدي فيها ونستثمرها ونثبت إن العيد الوطني والاحتفال صح كلنا نعشق الكويت وكلنا نعشق بلدنا، ولكن عشق البلد يطلع في وقت الأزمات. إحنا الحين محتاجين أن ننظر إلى نفسنا ونتوقف وقفة تأمل لما قدمنا لوطننا ولما يجب علينا أن نقدمه من درجة التزام. أنا جاية شفت اليوم الشوارع خالية يعني أقول يا رب تحفظنا وتحفظ بلدنا وتدم علينا الأفراح. مناسبة الأعياد الوطنية شوي الناس خافوا اليوم، لما نوقف ولائنا وانتماء لوطننا وحبنا له فإن إحنا نتعاضد كلنا كشعب واحد في حب الوطن، ما نثير الشائعات ولا نثير البلبلة ولا نثير الخوف. إن شاء الله أزمة ويمكن التحكم فيها بإذن الله، وإن شاء الله تمر وتعدي مثل باقي الأزمات بفضل الله والدعاء، وإن شاء الله وبالإجراءات اللي قاعدة تصير في عندنا بالكويت. يمكن ما في دولة بالعالم توفر مثل ما وفرت اليوم للكويت ما وفرته إلى الشعب والرعاية. فكلنا نتعاضد ونقف كلنا علشان نثبت إن إحنا نحب الوطن ولاءنا في هذا الوقت محتاجينه. وخلنا نشوف تقريرنا التالي مع المواطنين بخصوص العيد الوطني. تتزين الكويت بالاحتفالات الوطنية خصوصا بشهر فبراير وبيحتفل فيها مواطنين ومقيمين. خلونا نشوف رأي الناس بهيدي الاحتفالات وقديش بتزرع القيم بتلاميذ المدارس. والاحتفال هذا يعني زرع الحب، وبعدين شو ليش نعرف ان هذه يعني مناسبه وطنيه بالاحتفال؟ بالعكس يعني واحد يفهم، بس يكون احتفال على حسب الشيء، رسوم الوطنيه، تعليم القيم، حب الوطن، شنو معنات الاستقلال وهذه الاشياء والتهنئه، يعني ما يكون احتفال يعني خارج عن الحضاره، يعني على حسب التقاليد الوطنيه. هو غلط يعني، واسراف وكذي يعني، وخطر من ناحيه هم مرض كورونا الحين منتشر، عشان لا ينتشر زيادة يعني. ما سجل احتفال بالأعياد الوطنية أنا كلش. أكيد ترزع القيم للأطفال وفرحة بالأعياد الوطنية، فرحة الكويت تستانسون أيام الغزو بالتحرير وهذا، فرحة حق الكويت وهذا نستانس فيها كلنا. والله حسب يعني، إذا في أماكن خاصة مثلا المدارس أو الجامعات أو كذي، إذا كان يعني
باحتفال بسيط لا يخدش الحياء ولا شيء زين، فهو يكون ممتاز ويكون يعني رمز حق الوطنية. بس إن في أغلب الأحيان الناس يستخدمونه استخدام ثاني في الأماكن العامة، أو في ناس قاعد تنزعج من هالأشياء والأغاني الصاخبة وكذي، فتكون يعني مو مضبوطة يعني. رشاشات ماي، نقطع لنات ماي، نجيب كيكات، نحتفل ونخلي حصة احتياط ونلعب. لا طبعا، بس المشكلة طبعا حسب ما احنا عرفنا الحين موضوع الكورونا هذا حقي خلى الناس شوية تحتاط يعني، ولكن احنا نتمنى ان الاحتفالات هاي تستمر، ما في شك هذا جرسنا. شفنا التقرير وشفنا تعبير يعني تعبير الجمهور عن الاحتفال بالأعياد الوطنية، لكن اللي أنا لفت نظري الولد الطالب الصغير اللي قال العيد الوطني هو أن نطلع ونحذف البالونات بالماء. هذه المفهوم أو هذا المفهوم هو اللي ثابت في أذهان كل الطلبة وكل الشباب وكل العيال، أن العيد الوطني هو يومين عطلة، وقبلهم طبعا ياخذون يومين اجازه غير رسميه، وعقبه اجازه هم بعد عقب العطله يومين. واللي المحزن ان احنا ولائنا وحبنا للكويت ان احنا نعطل بايام العمل الرسميه، يعني في بعض الناس راجعوا اليوم وزارات ومناطق التعليميه ما فيها ولا موظف، يعني الحب والولاء للوطن يظهر في الالتزام بالعمل، وهذا يوم عمل. والطالب هذا قاعد يقول والله احنا لما نطلع بالبالونات انتم ما تعرفون حب الوطن، ما هو بإني أنا أطلع وأحذف البالونات هذه، تدرون شنو مضرتها وتأثيرها على الكويت في إن ما نطلع نحذف بالونات؟ خلنا نشوف الحين هذا الفيلم اللي يوضح لكم ما هو تأثير إن الناس تطلع وتحذف بالونات على بعضها ويطلعون بالمسدسات يرشون بعض البعضهم بالماء. خلنا نشوف هذا التقرير اللي وضح لنا إن الحب الوطن ما هو اني اطلع بهذا الاحتفال، الاحتفال له دور ثاني شيء ثاني. لما اطلع واحذف البالونات تدرون كم مليون قالون يطلع تخسره الدوله بهذا اليوم؟ ملايين. هذه نعمه الله عطانا اياها وهبنا اياها، والدوله تكلف عليها ملايين الدنانير علشان نحصلها، اني احنا نهدرها بيوم واحد في شعوب العالم ملاقيه قطره ماء تشربها. فالحمد لله على النعمه اللي احنا فيها نحافظ عليها، حب والولاء للوطن بالمحافظه على النعمه اللي وهبنا اياها. راح نشوف بعد شويه التقرير الفيلم اللي يتكلم عن تاثيره. طبعا انا اليوم قاعده اشوف على ما نحطون لنا التقرير او الفيلم شو. نعم تفضلوا تحطوا لنا شباب شوفوا الفيلم معاكم. خفف خفف كواحد كواحد، ابيك تجيبها بنص وجهها. صدقك انت؟ اوف هذا دعم زين. الحين شو نسوي؟ الاحتفال اللي يكون فيه الحب ما ممنوع ان احنا نحتفل ونستانس، لكن نحتفل بطريقه حضاريه نعبر فيها عن حب الوطن، مو بان نطق البالونات. لا قدر الله يا كثر ما صارت حوادث من هالبالونات وهالماي، ويا كثر الامراض اللي حصل على العيون وغيرها وغيرها من الاشياء اللي تأذي الناس. فالاحتفال يتم بطريقه حضاريه نونس الناس من اليوم، يعني الحين اليوم نظرا للظروف اللي احنا نمر فيها، وان شاء الله يعيد علينا ربي هذه الاعياد ونحتفل ان شاء الله كل سنه بسعاده وفرح لكن اللي نشوفه ان اليوم ما زالوا في بعض الشباب الصغار قاعدين يحذفون. ما شفتوا احتفالاتنا قبل؟ ما شاء الله الكويت قبل يا زين احتفالات. الاحتفالات اللي كانت في تصير اول بالستينات كان في احتفالات يطلعون عروض مدرسيه بثانويه شويخ اللي لحقوا عليها، في مسيرات على شارع الخليج العربي كانت تتم بطريقة حلوة وجميلة وكل الناس قاعدة وتستانس وتشوف. احنا نتمنى ان يتم الاحتفال بطريقة حضارية ما نأذي
الحب للولاء للوطن والانتماء للوطن يتم بطريقة حضارية، ما نأذي الناس، ما نسبب حوادث، ما نهدر النعمة، نحافظ على النعمة اللي عطانا إياها ربنا وبلدنا، ونقرس هذا المفهوم في نفوس عيالنا. مو الأبو ياخذ عياله ويشتري لهم بالونات ويدور فيهم ويخليهم يحذفون الماي، ولا الحالات اللي قاعدين نشوفها الحين في بعض المناطق السكنية يفرشون البالونات والمسدسات عشان يمشونها. لا، احنا خلنا نتعظ بما سبق وبأفعال الآخرين بالدول المتحضرة ان نحتفل بطريقة حضارية جميلة لإن شاء الله، والله يتمم علينا الفرحة والسعادة ويحفظ بلدنا ويحفظ كويتنا وأميرنا. واليوم علشان العيد الوطني راح نحتفل مع الزملاء بالعيد الوطني، خلنا نشوف الحين معاهم. إيه يعطيك العافية مع الحبايب البنات الحلوات. شنو هذا البشت الجميل اليوم؟ أنا محتفلة والله، يعني محتفلة أكيد. إيه أنا محتفل في العيد الوطني. إيه يلا خلنا وسطينا وسطينا حبايبي بنياتي، حياك الله، عسى الله يحفظك، يعطيك العافية صراحة. نتمنى الناس تسمع هذه النصايح وتاخذها بعين العقل مثل ما يقولون، وفعلا يديرون بالهم على عيالهم في هذه المسيرات. صحيح. بعيد عن الماي واللوية والزحمة والسيائر والحوادث اللي كل سنة صراحة نسمعها. اي والله، عسى الله يحفظنا ويحفظ بلدنا وأميرنا. كل عام الكويت بألف خير يا رب. آمين. طبعا ربي يحفظ هذه الديرة الجميلة ويحفظ أبونا قائد الإنسانية. الكويت بلد السلام وبلد المحبة، ربي يحفظ هذه الديرة إن شاء الله من كل شر. آمين يا رب، ويحفظ أمينا وأهلنا وكل بالعالم ان شاء الله يا ربي. كل عام وانتم بخير. عاد احنا بنحتفل الحين بنرفع العلم وبهالكيك والكيك والحلويات اللي جايبته. كل عام وانتم بخير وتصبحون على خير. تصبحون على خير.